دارا جات في رمشة عين بالليلة شنو ضحوها بدلات توقيت من ثلاثة من أربع مجموعات إلى ثلاث مجموعات. هاد التوقيت هذا اللي ما خاصو اللي يعرفوا لجميع العمال بأنه المصير ديالو هو أنه إقصاء مجموعة من العمال، لأن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة من مدينة الصخيرة ميدا جميع العمال ديال الوقف التجارية أمام الشركة. تقريبا أزيد من 100 عامل. كما تلاحظوا مسجلين جريدة ميديا لايف مباشرة من الصخيرات. وصور التليفون Amen.
هاد الوقفه هذه لاصدار الصوت، هاد الوقفه هذه ديال العمال، فهي جات نتيجه تعسف الاداره اللي بدلات التوقيت فجاه من 4 مناوبات الى 3 مناوبات بلا ما تراعي الشعور ديال العمال وبلا عمل العمال لمده 17 سنه بهذا التوقيت. فهذا التوقيت هذا كان العمال تضربوا به، قادوا الاستياسيو ديالو السوسيال، عندهم التزامات، فاذا به الشركه غتضحي بشيفت مثلا، يعني جروب غتضحي به من اجل باش ترضي تطبق هذا التوقيت ديال ثلاثه المجموعات. فهذا التوقيت هذا مجحف بحق العمال. الاداره ما رجعاش للعمال، ما سولاش العمال، ما طلباش من الاول العمال الراي ديالهم. فاذا الاداره جات بقرار مجحف، قرار لم يستند الى رغبات العمال، والدليل على ذلك هو الوقفه هذه اللي تبين بان العمال غير راضين على القرار الانفرادي ديال الاداره، القرار الجائر ديال الاداره اللي غيرات التوقيت في رمشه عين من 4 مجموعات الى 3 مجموعات. ناهيك عن بزاف الممارسات التعسفيه داخل الشركه، تاع الممارسات اللي بينات وتبين واحد التعامل الغير منصف، التعامل الغير عادل بالنسبه للاداره تجاه الطبقه الشغيله. الطبقه الشغيله هنا عندنا كفاءات، ولكن اكثرها تشغل واحد المناصب دنيويه في الاداره في الشركه، مناصب ديال العاملين العاديين، مع العلم ان عندنا هنايا اللي ما اشتغلش واللي ما عندوش المستوى ديالو عنده مستوى عالي. الحمد لله العمال وعاو بالحقوق ديالهم، كيطالبوا بالحقوق ديالهم في ما يكفله الدستور المغربي. نحن امام تحت رايه الوطن وامام اماره المؤمنين اللي تضمن لنا واحد الحقوق ديالنا الدستوريه، فاحنا هنا بطريقه سلميه نطالب الاداره في التراجع ديالها، التراجع عن هذا القرار، التراجع عن هذا القرار الجائر الذي سوف يمس العديد من العمال في مصدر العيش ديالهم، والعديد من العمال في تبديل الحاله الاجتماعيه ديالهم، لان كما قلت سبق اننا اشتغلنا بهذا التوقيت لمده 17 سنه، مده 17 سنه ما سالاش. فاذا به الاداره تجي في رمشة عين تتبدل لك التوقيت وما له من ترتيبات مستقبليه من الطرد ومن الاقصاء العمال. وجه مره اخرى نشكر هذا المنبر على المواكبه ديالو هذا الوقفه هذه، والسلام عليكم. لحظه مباشره من مدينه الصخيرات، مجموعه ديال العمال وقفه احتجاجيه تطالبوا المطالب ديالهم، الحقوق ديالهم، شي تيطلبوا بقاو معنا وتبعوا جريده ميديا ليف. غادي نقول لكم الاجواء من هذه الوقفه الاحتجاجيه من مدينه الصخيرات. مرحبا، هو دابا تيخرجوا الدراري بانو
طيب هذه الوقفة الاحتجاجية أمام الشركة مدينة الصقارات، تقريبا 100 واحد اللي تقريبا كاين واحد 70 دابا، غادي باقي الناس تتساحق تيطالبوا ب الشركة الحلول ديالهم، جميع المستخدمين هاد الشركة مدينة الصقارات. ونبي ماشي بوحدو، ونبي ماشي بوحدو، أحلى يا
اليوم وقفة الاتحاد العام الشغالي بالمغرب من خلال المكتب النقابي المحلي لشركة فيلوت اوف دلموم تقف الطبقة الشغالية المغربية اليوم غرار مثيلتها في بعض الوحدات الانتاجية التي تعرف تعسفات من خلال ممارسة رجعية للإدارة حيث تعتمد مقاربة التضييق وأيضا تعسفات على العمال لا لشيء إلا لأنهم كونوا مكتب نقابي. أكثر من ذلك أقدمت على طرد مجموعة من العمال بسبب انتمائهم النقابي. النقابة اليوم هي شريك ويجب أن تعي إدارة الشركة بأن لا أساليب مثل هذه ستغني العمال على التراجع المطالب بحقوقهم ولا أيضا هذه المبارسات من خلال تقليص العمال أو إضافة ساعات أخرى للعمل ستضعف قوتهم في الدفاع عن مطالبهم. الحل الوحيد والأوحد لهذا إدارة الشركة هو فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي وإيجاد الحلول التي ترضي كل العمال وأيضا تفيد في الاستثمار داخل الشركة. نحن كمقاولة نقابة مواطنة ندافع عن المقاولة المواطنة ندافع أيضا على حقوق العمال لكن لن نقبل بالمطلق أي تعسف يقيد العمل النقابي الجاد والمسؤول ونطالبها بذلك من خلال هذه الوقفة الإنذارية فقط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول في أقرب الأجال قبل أن يتم التصعيد في الأشكال النضالية. Let's go!